أهلا أعزائي المشاهدين، أحييكم من كفر نحوم وطن المسيح الثاني. إحنا بنعرف إنه يسوع ترك الناصرة وجاء سكن في هذه المنطقة حول بحيرة طبرية، سكن في كفر نحوم اللي شهدت أكثر معجزاته وأكثر تعاليمه، كان يجول في هذه المنطقة. وأنا موجود في مجمع اليهود القديم من أيام المسيح، اللي هو أصلاً موجود على المجمع الأصلي، الحجارة بتاعته حجارة بازلتية، وهي الحجارة اللي شايفينها البيضة. المجمع بعود تاريخه للقرن الخامس الميلادي. في هذه الحلقة رح أعطي خلفية عن تعليم يسوع في هذه المناطق حول بحيرة طبرية. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.